ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول إيه غريبة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، نركز في الآية دي، غريبة جدا. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. ربنا بيحدث أهل الدنيا، أو في التفسير كانوا أهل النار، ربنا عافينا، لكن هم كانوا عايشين في الدنيا. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قعدتوا قد إيه في الدنيا بالسنين، واخد بالك؟ فهما يقولوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فإحنا نرد بالأيام، لكن ربنا يقول قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. لا، ده العمر صغير قوي 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 قوي. اللي عايز أقوله يا جماعة، إحنا بنشيل هم وهم وغم وحزن ونكد وكرب وضيق وأمور كتير قوي ومصايب وأمور كتير قوي مش عارفين هتعدي ولا لأ، وأمور كتير قوي قوي. لكن أنا عايز أبشرك بحاجة، أنت في الفلاش باك، أنت في مشهد الإعادة أصلا. يوم القيامة خلص، والجنة خلصت والنار خلصت، وده دخل وأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ربنا عافينا. ويوم القيامة خلص بأحداثه، فأسبقية علم الله الموضوع منتهي. فأنت في الفلاش باك، أنت في مشهد الإعادة، زي ما تيجي تتفرج على فيلم تلاقي نفسك في مشهد الإعادة. الأمر منتهي أصلا، الأمر مع الله منتهي. شايل هم إيه وشايل مشكلة إيه ومصيبة إيه، كده كده الأمر منتهي عند ربنا. كل ده مشهد إعادة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. موضوع منتهي من زمان. إن ذلك على الله يسير. ليه يا رب؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، تزعلش على اللي فات ولا تفرحوا بما آتاكم، وما تفرحش على اللي جاي، وما تخافش من اللي جاي ومشاكل بكرة وكروبات بكرة والقلق بتاع بكرة. يا جماعة الدنيا دي فانية، دنيا جاية من دنو، لو كانت تسوي عند الله جناح بعوضة ما سقي كافر منها شربة ماء. الأمر عند ربنا منتهي. سيدنا نوح ماشي كده في المقابر، فلقى ست عجوزة جدا جدا بتعيط، يقول لها يا أيتها العجوز ما الذي يبكيكي، بتعيطي ليه؟ بتقول له ابني توفى وما بلغش من العمر 300 سنة. قال لها أمال هتعملي إيه لو تأتينا في أقوام في آخر الزمان لن يبلغ أعمارهم 60 و70 عام، اللي هو إحنا. فسألته سؤال غريب قوي، قالت أو يبنون بيوتا، هي الناس دي هتبني لسه عندها وقت هتبني؟ قال بل يبنون القصور بل يبنون البيوت والقصور ويتطاولون في البنيان. بص الرد بقى، قالت غفلاء حمقاء، والله لو أني فيهم لقضيتها ساجدة. 60-70 سنة ولسه هبني وعمر وشطب وقصور وبيوت. الأمر منتهي يا جماعة، الأمر أسرع مما تتخيل. اسأل أي حد أكبر منك، قل له أنت عمرك، بس احكي لي ملخص عمرك 40-50-60-70 سنة، أقول لك أنا اتسرقت في عمري. أغلى حاجة تملكها في حياتك يا عمرك، وهي أسرع حاجة في الحياة. كل التوقعات، كل الأفكار، كل اللي بيحصل يقول لك أن العمر هو أغلى حاجة وهو أسرع حاجة في الحياة. عشان كده يا جماعة احنا شايلين هم الدنيا، لكن لما تيجي تقارن الدنيا جنب الآخرة تلاقي الموضوع منتهي. لو شلنا هم الآخرة تلاقي موضوع الدنيا خلاص ربنا يحله لك. أي حاجة، العلماء يعلمونا أن أي حاجة جنب الانفينيتي صفر، هتعيش قد إيه؟ 60-70 سنة. قدام الآخرة انفينيتي صفر، حياتك صفر، العمر منتهي أصلا. لكن المشكلة الكبرى مش في الدنيا، كل مشاكل الدنيا محلولة. مصير وقت، تجربة وقت، مجرد وقت. آخر وأعظم مشكلة حبابين حلين، يا تفرج وتتيسر يا لقدر الله تموت فالموضوع انتهى. لكن المشكلة الكبرى ان احنا ما نعرفش نعدي على الصراط. مشكلة كبرى ان احنا ننزل القبر نتسأل التلات أسئلة بتوع درس تالت اعدادي وتاني اعدادي ما نعرفش نرد. هنا في الدنيا كل حاجة محلولة، هناك مش كل، ما فيش حاجة محلولة. فعيش في الدنيا صح عشان تموت صح. انت النهاردة فوق، بكرة هتبقى تحت. كل حاجة في الدنيا الى زوال. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. أنت كل عمرك ده كل يوم بيفوت يا ابن آدم، إنما أنت بعض أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. عمرك ده كله كده بيجري جري مش هتحس بيه. فجأة هتغمض عينك تفتح تلاقي نفسك 60-70 سنة، فجأة تلاقي نفسك بتقابل وجه كريم. عمرك أغلى حاجة في حياتك. أنت النهاردة فوق بكرة تحت. مش ضامنين أي حاجة، مش ضامنين أي حاجة. فما تشيلش هم أي حاجة عشان هو كله محلول. في رب إله كريم عظيم، مؤمن، المؤمن المهيمن، جاب اسم المؤمن قبل المهيمن. المؤمن هو الذي أمنك، والمهيمن هو الذي يسيطر على كل الأحوال. فبيقول لك ما تخافش، أنا مأمنك ومحدش هيقدر يجي جنبك. فأنت بتتعامل مع إله كريم عظيم جدا جدا جدا.
فيا جماعة ملخص الدنيا ان الدنيا دي اصغر واقل مما اي حد يتخيل. سئل سيدنا ادم لما جاله ملك الموت فقال له صف لنا الدنيا، قال انما الدنيا كالدار. سيدنا ادم عاش ما عاش، فقال انما الدنيا كالدار، وكأني دخلت من باب وخرجت من باب. هي دي حال الدنيا.